واشنطن عبر خدمة سكايب الكاتب والمحلل السياسي السيد باسم أبو سمية. سيد باسم، أهلا بك. ما الذي يضيفه إلى مشهد الاحتجاجات وهذا التصعيد ضد الشرطة وعنفها ضد الأمريكيين بشكل عام والسود على وجه الخاص؟ مقتل شخص الآن، ما الذي يضيفه إلى هذه الأزمة؟ يعني الواضح أنه هاي الموجة الأخرى من الاحتجاجات الأمريكية ضد التصرف الذي تقوم به الشرطة بحق السود بشكل محدد هي نتاج طبيعي للسياسة التي يتبعها أو تتبعها الإدارة الأمريكية بشكل محدد. يعني عندما يصف الرئيس ترامب ما يجري في سياتل وبورتلاند بأنه أسوأ من أفغانستان وبأن المحتجين هم إرهابيون محليون، هذا نتيجة اعتيادية كرد فعل على ذلك. أيضا هناك ما يمكن أن يوصف بأنه الصراع على مقعد الرئاسة. الانتخابات هي التي كلما اقتربت الانتخابات كلما تسبب ذلك في تصعيد من جانب السلطة الحاكمة في واشنطن، وبالتالي يكون هناك رد فعل من قبل الجمهور الأمريكي على هذه الاحتجاجات. الناس هناك في سياتل تحديدا ذات الأغلبية البيضاء، هي مدينة ليبرالية وهي باعتبارها أكبر مدن ولاية واشنطن في الشمال الغربي، وهي نموذج على التعايش، والكل هناك يتفق على مقاومة هذه العنصرية. العنصرية تأتي من خلال التصرف الذي قامت به الإدارة الأمريكية بإرسال العملاء السريون والقوات الخاصة إلى تلك المناطق. كلما اقترب موعد الانتخابات كلما تصاعد التوتر في هذه الولايات. هناك احتجاجات في على الأقل 7 مدن أو 7 ولايات في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن كيف يمكن أن ينعكس هذا على سياق الانتخابات وأمان الرئيس ترامب بولاية ثانية؟ يعني بما أنه سياتل هي مدينة يحكمها ديمقراطي، فهو بالتالي هذا الانطباع الذي عبر عنه الحكام أو الناس المسؤولين في ولاية واشنطن في سياتل، قالوا أنه تقصد أو يتقصد المساس بتلك الولايات التي يحكمها الديمقراطيين، وبالتالي بهدف التأثير على توجه الناخبين عندما يحين موعد الانتخابات الذي بقي عليه 100 يوم. التقصد هم الذين عبروا عنه من خلال هذه الممارسات، مثلا إرسال العملاء السريين واستخدام الجيش في قمع التظاهرات كما حصل في التظاهرات التي جرت على مقتل جورج فلويد في الأسابيع الأخيرة، وبالتالي هو من ضمن أجواء المعركة الانتخابية. من واشنطن عبر خدمة سكايب الكاتب والمحلل السياسي السيد باسم أبو سمية، شكرا جزيلا لك.